Charlie. اللي شعر ناشف ومجعد مش قادر يمشطب اي اشي يوقف الشامبو جميع انواع الشامبو. الشامبو فيه مواد كيماوية بتساعد على تنشيف الشعر، اما اللي شعره دهني تمام يستخدم الشامبو. بس بدي اقول لكم شغله، الشعر الجاف يستخدم حمام زيت او بلسم. الحمام الزيت يستخدمه بطريقة معينة، انه يحط على شعره بالليل ويلبس كيس بالليل طبعا وينام فيه والصبح يغسله. هاي الطريقة الأولى. في طريقة تانية كمان لحمام الزيت، انك تحطه على شعرك بدل الكريم بدل اي اشي وتطلع فيه وتمشط شعرك وتطلع فيه. هاي الطريقة التانية. وفي طريقة الثالثة انك تستخدمه كأنه شامبو، تحطه على شعرك تخليه 5 دقايق لعشر دقايق وتغسل فيه. هذا بالنسبة للشعر الجاف. اما بالنسبة للشعر الدهني او اللي فيه قشرة طبعا، انه يعمل يحط قبل ما يحط شامبو على شعره يحط ليمون، لانه بيساعد على تنشيف فروة الراس الدهنية، بيساعد على انه يمنع خروج الدهون من جلد الراس. ورجاء يا شباب انكم تدعمونا وتعملوا سبسكرايب وشير ولايك، وشكرا لكم.